اليوم بمنطقة شلالات، هي جماعة فتية تنتمي لتراب جماعة عملات المحمدية، وتنتواجدوا استعدادا لموسم الشتاء. الله يرحمنا بالشتاء. هنا تنجيو افيك لي مويان اوما اي تكنيك ديالنا باش نحاولوا نديروا التنقية ديال القنوات الصرف الصحي. كل كاميو اللي تشوفوه مورانا تيقضي تريتي 200 متر لينيير. اذا هذا النهار ان شاء الله غنحاولوا نديروا كازيمون لا بليبار ديال لو ريزو اللي عندنا هنا، واحد 5 ولا 6 كيلومتر ان شاء الله نحاولوا نديروا هذا النهار هذا. وهذا علاش تنديروه؟ باش لا بوبولاسيون يعني الساكنه ديال جماعه الشلالات يكونوا مرتاحين بان راه الشركه تتعبأ الموارد ديالها باش يدوز موسم الشتاء بدون مشاكل.